السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم. رغم القمع والبطش بأهل السنة في إيران في محافظة بلوشستان، ورغم استهدافهم من قبل قوات الحرس الثوري وقوات البسيج بالرصاص الحي، ورغم ارتقاء العشرات من الشهداء والجرحى في جمعات سابقة، إلا أنهم يواصلون الخروج في جماعات ضد النظام الإيراني، رفضا للظلم والقهر والتهميش، ورفضا لعمامة الملالي. بدأ المواطنون في مدن مختلفة من محافظة بلوشستان في جنوب شرقي إيران احتجاجاتهم، وتتواصل تلك الاحتجاجات والاشتباكات مع قوات البسيج في مدن زاهدان وخاش وراسك وسروان وإيران شهر وسوران. في خاش هاجم المنتفضون مكتب المحافظ، وأطلقت قوات الأمن التابعة للنظام النار على المواطنين من فوق الأسطح، كما أشعل متظاهرون النار في مبنى للشرطة وسيارة أيضا لهم، كما أشعل المتظاهرون النار أيضا في زاهدان في سيارة للشرطة. إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا وإياكم هذه التظاهرات الغاضبة في محافظة بلوشستان في مدنها المختلفة، رفضا للنظام الإيراني واحتجاجا على قمع القوات الإيرانية، قوات الحرس الثوري الإيراني، للمتظاهرين في جمعة قبل شهر تقريبا، والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء، وصلوا تقريبا إلى 100 شهيد أو ما يقارب 100، وأيضا المئات من الجرحى في مجزرة مروعة قام بها الحرس الثوري ضد أهل السنة في بلوشستان. الحقيقة بلوشستان هي محافظة مهمشة من قبل النظام، يمارس عليها النظام القهر والظلم ضد أهلها، وهم أغلبية من أهل السنة في إيران. خرج أيضا المحتجون اليوم منتفضين غاضبين على نظام الملالي، وحدثت بعض الاشتباكات، وأيضا حدث إطلاق نار على المدنيين المحتجين السلميين، ما أوقع إصابات وربما بعض الشهداء، لكن لم تصل الآن الصورة كاملة حول ما جرى في بلوشستان. مشاهدينا الكرام، حول هذا الموضوع نرحب بضيفنا عبر سكايب الدكتور نور محمد أمراء، الأكاديمي والكاتب المختص في الشأن الإيراني. دكتور محمد، السلام عليكم وتحية لك. نعم دكتور محمد، هل تسمعني؟
نعم، إذا هناك مشكلة في الصوت مع دكتور نور محمد أمراء، سيعود إلينا مشاهدينا الكرام بعد قليل. إذا مشاهدينا الكرام، هذا الوضع في بلوشستان يتفجر حقيقة. كل جمعة تخرج المظاهرات بأعداد غفيرة بعد صلاة الجمعة رفضا لهذا النظام وتناغما مع هذه الثورة أو الانتفاضة الثورية التي يقوم بها الشعب الإيراني في جميع أنحاء البلاد، رفضا للنظام الإيراني، رفضا لنظام الملالي، لولي الفقيه علي خامنئي وحاشيته من الدجالين الذين يحكمون البلاد بالقمع ويحكمون الشعب بالحديد والنار. تفجرت هذه الانتفاضة في شهر سبتمبر الماضي على إثر وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، والتي قتلتها قوات النظام وخاصة ما تسمى بشرطة الأخلاق. كانت هذه الشعلة التي فجرت الانتفاضة، ولكن أسباب هذه الانتفاضة أسباب عميقة للغاية ترجع إلى الفساد الذي يمارس في هذه البلاد، القمع، الضغط على الشعب، ترجع أيضا للخرافة والحكم باسم الدين عن طريق الخرافة تحت هذه العمائم، عمائم الدجالين في إيران، والذي يترأسهم ويتزعمهم الدجال الأكبر علي خامنئي. باسم الدين دمر علي خامنئي وقواته من الحرس الثوري اليد الباطشة له، دمروا البلاد وأفسدوا على العباد حياتهم، ودمروا كذلك دول الجوار من أهل السنة، دمروا العراق، قتلوا أهل السنة في العراق وأفسدوا في البلاد، والحقيقة فعلوا ما فعلوا في العراق، والعراق الآن ربما يعبر عن نفسه في هذه الأزمة التي يعيشها منذ هذا التدخل الإيراني في شؤونه، أو منذ الاحتلال الإيراني للعراق إن صح القول. كذلك سوريا التي ساندت قوات النظام الحرس الثوري والميليشيات التابعة لإيران فيها المجرم الأكبر بشار الأسد في سوريا، ودمروا البلاد وقتلوا العباد، قتلوا من أهل السنة ما قتلوا، ساعدوا بشار في قتل ما يقارب المليون من أهل السنة وتهجير نصف الشعب السوري إلى الخارج. كذلك فعلت إيران في اليمن، اليمن السعيد تحولته إلى يمن حزين للغاية، وتفوح منه رائحة الدماء ورائحة الكراهية والبغض والطائفية اليوم، الذي فجرتها إيران عن طريق ذراعها النتن في اليمن الحوثي وقواته. كذلك فعلت في لبنان، وما زالت إيران، ما زال النظام الإيراني بقيادة خامنئي يريد أن يلتهم المزيد من أراضي المسلمين ومن أراضي هذه المنطقة العربية. هذا النظام الإيراني الذي يطبق أنفاس الأحواز العرب في إقليم الأحواز الذي تم احتلاله منذ عقود من قبل النظام الإيراني، والذي الحقيقة يناضل من أجل الحرية ويناضل من أجل التحرر والاستقلال عن هذا النظام الفاشي. اليوم هذه الثورة الحقيقة هزت النظام الإيراني، هزت علي خامنئي وهزت الحاشية، هزت الحرس الثوري، هزت المسؤولين بكل أطيافهم. وعن الحقيقة الشارع يعبر عن هذا بشكل كبير، وتعاطي قوات الحرس الثوري وتعاطي البسيج وتعاطي القوات المختلفة لهذا النظام، حتى قوات الشبيحة التي يستعين بها، حتى الميليشيات التي يستعين بها من العراق حسب تقارير صحفية، ومن لبنان يستعين بالحشد الشعبي من العراق، ومن لبنان بحزب الله اللبناني حسب إيران انترناشونال، حسب قناة إيران انترناشونال والموقع الإخباري لها، تستعين إيران بهؤلاء لقمع الاحتجاجات وقمع هذه الانتفاضة. حسب بعض الصحفيين وبعض التقارير الصحفية هناك أيضا انشقاقات داخل الحرس الثوري، حتى وإن كانت ليست بالكبيرة، ولكن يوجد غضب داخل
الجيش الإيراني أيضا، يوجد غضب داخل قوات البسيج، يوجد غضب داخل أيضا أفراد الشرطة أو قوات الشرطة الإيرانية، وإن كانت هذه القوة هي التي تقمع المتظاهرين، إلا أنه هناك البعض الحقيقة غير راض عن هذه السياسة، سياسة القتل وسياسة القمع، سياسة الاعتقال للمنتفضين والمحتجين الغاضبين على النظام الإيراني. اليوم ما يحدث في الشارع الإيراني ليس أمرا بسيطا أو هينا على هذا النظام. الحقيقة اليوم الشعارات الموت للدكتاتور، الموت لخامنئي، هناك حتى شعارات تخطت ذلك إلى شعارات تحمل كل معاني العنف ضد هذا النظام كردة فعل من الشعب الإيراني. من مشاهد ذلك أيضا مشاهدينا الكرام تفجير لوحات كبيرة تحمل صورة علي خامنئي، وهذا ما حدث في أصفهان، وكذلك تمزيق بعض الصور لرموز النظام الإيراني، كسر بعض اللافتات أيضا التي تحمل رموز لهذا النظام. ونتابع من ذلك أيضا مشاهدينا الكرام الآن عبر الفيديو، هذا الفيديو لتفجير لوحة كبيرة تحمل صورة علي خامنئي وكسر أخرى في أصفهان، نتابع معا. شهر دوازده آبان چهلم مهسا موگویی وياكم مشاهدينا الكرام هذا الفيديو، وهو لتمزيق لوحات وتفجير لوحة أيضا لعلي خامنئي بمدينة أصفهان وهي من كبرى المدن الإيرانية. الحقيقة انتشار هذه المظاهرات وهذه الاحتجاجات الغاضبة بهذا الشكل يشي بكم الغضب الكامن أو الذي كان كامن الحقيقة داخل نفوس الشعب الإيراني، هذا البركان الذي لم يخمد الحقيقة ولكنه انفجر بشكل قوي في وجه الخامنئي وفي وجه النظام الإيراني. الاحتجاجات ليست في المناطق ذات ربما الأعراق المختلفة عن العرق الفارسي، يعني ليست الاحتجاجات فقط في كردستان وبالتالي الكرد فقط من يثورون على النظام، أو ليست فقط في بلوشستان وبالتالي البلوش وأهل السنة هم فقط من يثورون، ليست في أذربيجان فقط، الاحتجاجات في طهران وفي أصفهان، الاحتجاجات في تبريز، الاحتجاجات في مشهد، في شيراز، الاحتجاجات في قم، في كل المحافظات والمدن الإيرانية. إذن مشاهدينا الكرام عاد إلينا دكتور نور محمد أمراء الأكاديمي والكاتب المختص في الشأن الإيراني. دكتور محمد تحية لك. سلاما وتحية لكم وللسادة المشاهدين. أهلا بك. في البداية دكتور محمد، ما الذي جرى اليوم بالتحديد في محافظة بلوشستان في مدنها المختلفة؟ الشعب البلوشي كانوا على موعد مع صلاة الجمعة في كل المحافظة بعد أربع جمعات سابقة كانت جمعات دامية راحت فيها أكثر من 200 شهيد وأكثر من 300 جريح في شتى المدن البلوشية بداية من زاهدان إلى خاش وإلى سراوان وراسك ومناطق أخرى في بلوشستان. فاليوم على موعد مع الاحتجاجات السابقة والحراك السلمي السابق الذي قاده البلوش، فقط مطالبا، يعني لم يكن هناك أي
حراك عسكري ولا شيء، والاحتجاجات البلوشية تختلف عن الاحتجاجات الأخرى في كل إيران، بمعنى أنها انطلاقتها انطلاقات مسجدية، وهي مشاركات في صلاة الجمعة، ومن ثم انطلاق إلى خارج المسجد. لكن الأمن أو الميليشيات الإيرانية تهاجمهم وهم في على أبواب المسجد أو في داخل المسجد. فكانت هاي انطلاقة شرارة الأولى في زاهدان وخاش اليوم بشدة، وفي سراوان تم حصر الناس وفي داخل المساجد وإطلاق النار عليهم. وآخر ما عندي من الأخبار، هناك عدد من القتلى في كل هذه المدن، وفي استنفار في المجتمع البلوشي، كل الأطباء طلاب الطب والممرضين حضروا في المستشفيات، المستشفيات مكتظة بالجرحى، ما فيه مكان في داخل المستشفيات، هناك جرحى تم نقلهم إلى البيوت لأنه لم يعود الناس حتى يثقون بأجواء المستشفيات. الميليشيات الإيرانية متواجدة في داخل المستشفى كذلك. ما حقيقة وقوع اشتباكات قوية بين المحتجين وقوات الأمن في بلوشستان اليوم؟ البلوش شعب عزل، ما يملكون سلاح، لكن طوال هذه الفترة الطويلة من الاشتباكات التي دامت لأول مرة بهذا النفس الطويل، أكثر من 50 يوم، والناس يطالبون بمطالبات مدنية بحتة، هناك أناس من البلوش الذين كانوا هم في داخل أجهزة الأمن من ميليشيات النظام، سواء كانوا في بسيج أو في سپاه. هؤلاء هناك أخبار أنهم استعملوا السلاح دفاعا عن بني جلدتهم في هذه المنطقة، وكان سبب هاي سبب سقط عدد من رؤوس النظام أو ميليشيات النظام في زاهدان وفي خاش. هل عندك سيد محمد تأكيدات أو معلومات يعني حول استدعاء ميليشيات من الحشد الشعبي ومن حزب الله اللبناني إلى إيران لقمع الانتفاضة؟ لأنه انتشر الحقيقة، انتشرت هذه الأخبار من بعض المصادر. نعم، بالتحديد في مدينة إيران شاهر وعلى حدود بين إيران شاهر وسرباز وشابهار، هناك مقرات استقرت فيها عدد يعني ناس من فاطميين أفغان والزينبيون الباكستانيين متواجدين في مناطق سراوان، في قريب إلى مناطق، بالتحديد قريب إلى منطقة قشت، وهناك ميليشيات من حزب الله كذلك تواجدت في بلوشستان. هناك خوف شديد من قبل النظام لانضمام حتى العناصر الميليشيات الإيرانية إلى الشعب الإيراني، وبالتالي إيران تحاول تعطي رسالة أولا للشعب الإيراني بأننا قادرين على حماية النظام، فلسنا نحن وحدنا، هناك أجهزة لنا خارجية لا ترحم ولا تعترف بكم بوجودكم. ثم رسالة أخرى لأجهزة الأمن. نعم، الرسالة لأجهزة الأمن في كلمتين لأن الوقت انتهى، معذرة دكتور. لأجهزة الأمن أننا يعني في غنى عنكم إن كنتم التحقتم بالشعب، فهناك من يعني يمكن أن يسلط عليكم. شكرا جزيلا لك دكتور نور محمد أمراء، الأكاديمي والكاتب المختص في الشأن الإيراني، كنت معي في هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.